السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم اسهل وافضل طريقة لنقل الصور والفيديوهات من الكمبيوتر الى الايفون، او العكس من الايفون للكمبيوتر، بدون تعقيدات، بسرعة وسهولة، وبافضل بديل لبرنامج ايتونز المعقد. طبعا هذا اسهل طريقة يا شباب باستخدام برنامج 3iTools. اوكي، نروح للشرح. اول شيء يا شباب، الرابط البرنامج في الديسكريبشن، ادخل على هذا الرابط في الديسكريبشن بتحصل موقع البرنامج. مثل ما تشوفون هذا هو الموقع. البرنامج متوفر للويندوز والماك. اذا نظام جهازك ويندوز 32 اضغط على 86، اذا نظام جهازك 64 اضغط على 64. بعد ما تحمل البرنامج، واذا نظام جهازك ماك حمل الماك. بعد ما تحمل البرنامج راح يعطيك يكون البرنامج راح يعطيك ملف تثبيت قابل للتثبيت بالطريقه العاديه. نيكست 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 راح يعطيك ايقونه البرنامج على سطح المكتب. اوكي، الحين كل ما عليك قبل كل شيء لازم يكون عندك يا شباب ضع في عين الاعتبار، لان هذا البرنامج لازم يكون عندك برنامج ايتونز بجانب 3iTools، لان هذا البرنامج ايتونز له ميزه ان الايفون يقدر يتعرف على الويندوز. يعني بدون ايتونز الويندوز ما يتعرف على الايفون. يعني ثبت هذا البرنامج. ايضا البرنامجين راح بتحصله في الديسكريبشن. بعد ما تحمل البرنامجين، اوكي الحين افتح برنامج 3iTools حتى اشرح لكم طريقه نقل الصور والفيديوهات بين الايفون والكمبيوتر. بعد ما تفتح البرنامج، وصل الكابل الشحن بالايفون والكمبيوتر، ومباشره راح يتعرف البرنامج والايفون. مباشره راح يظهر لك الايفون، يعني تم التعرف على الجهاز، البرنامج تم التعرف على الايفون. اوكي، اول شيء يا شباب بشرح لكم كيف تنقل الصور والفيديوهات من الكمبيوتر للايفون، بعدين بشرح لكم كيف تنقل من الصور والفيديوهات من الايفون للكمبيوتر. اوكي، نروح للشرح. اول شيء يا شباب، حتى تنقل الصور والفيديوهات من الكمبيوتر للايفون هناك طريقتين. اوكي، تضغط على الزر الصور. اوكي، الطريقه الاول حتى تنقل الصور من الكمبيوتر للايفون تضغط على الصور. الحين كل ما عليك روح لمسار الصور والفيديوهات اللي موجود على الكمبيوتر. مثل ما تشوفون اني عندي مثلا هذا الصورة هذا الفيديوهات. اوكي، راح احدد مثلا هذا الفيديوهين او هذا الفيديو وهذا الفيديو هالصورة. اوكي، بهذه الطريقة راح احدد الصور. عندي اثنين ملفين، اسحبه مباشرة هني. مباشرة انتظر ثواني، راح يعطيك هذا النافذ، اضغط على موافق. يقول لك هني جاري تثبيت برنامج 3iTools على الايفون. لازم يثبت برنامج. اوكي، هني يقول لك اضغط على استبعاد. اوكي، انتظر ثواني لين ما يتم تثبيت البرنامج ال 3iTools اللي من خلاله تقدر تنقل الملفات بين الكمبيوتر والايفون. تنتظر ثواني لين ما يتم تثبيت. اوكي، الحين خلاص تم تثبيت البرنامج. روح للشاشه، وين البرنامج؟ هني بتحصله دائما. هذا هو البرنامج تم تثبيته. وين تحصله؟ هني اخرى. اوكي، الناس بنشوف هذا هو البرنامج. افتح البرنامج، او مثلا اسحب هذا البرنامج، اسحبه وحطه في مكان. اول شيء هني حطيني. اوكي، هو ناقل تم نقل الملف. شوف، لاحظوا يقول لك تم نقل الملف. اوكي، راح احدد مثلا هذا الفيديو، اسحبه مباشره، اسحب الملف الصور اللي موجود، الصور الفيديوهات اللي موجود على الكمبيوتر مباشره الى البرنامج، وافتح البرنامج 3iTools. يقول لك هنا خلاص تم النقل، خلاص تم النقل الصور والفيديوهات. يعني يقول لك تم العمليه استرداد الصور، خلاص تم النقل. الحين لو تفتح المعرض، اوكي، نفس ما تشوفون تم الحديث. روح افتح ملفات، بتحصل هنا حديث تم النقل هذه الثلاث صور، والصوره والفيديو. مثل ما تشوف هذا هو الفيديو وهذا هو الفيديو الثالث. بهذه الطريقه، الطريقه الاول لنقل الملفات من الكمبيوتر للايفون. هذا الطريقه الاول. كيف الطريقه الثانيه؟ انك تضغط على استيراد الصور. مثل ما تشوفون هني بتحصل تختار مجلد او تحديد ملف. اذا تريد تنقل الملف، يعني الملف مثلا هذا الملف
ملف بالكامل اوكي، تضغط على الناس يشوفون هذا الملف، لاحظوا اذا تريد تنقل هذا الملف بالكامل اضغط على مجلد، اذا تريد تنقل مثلا صوره واحده او مجموعه صور اضغط على تحديد ملف. فانا اريد احدد ملف بالكامل اضغط على اختيار ملف المجلد كاملا. اوكي الحين حدد الملف، مثلا هذا الملف او هذا الملف، راح احدد بهذا الطريقه واضغط على اوكي. مباشره افتح برنامج 3 اي تولز، مباشره راح يتم اضغط على السماح، خلاص تم نقل الملف بالكامل يا شباب الى البرنامج. هذا هو الملف نفس ما تشوفون. اذا تفتح 3 تفتح معرض بتحصل ارجع خطوه للخلف، يعني بتحصل الحديث تم النقل هذا الصورة كأحب، بس المجلد كان فيه صورة واحدة تم نقل صورة واحدة. هو هذا هو طريقة نقل الصور من الكمبيوتر بطريقتين، من الكمبيوتر للآيفون. الحين نروح لشرح طريقة نقل الصور من الآيفون للكمبيوتر. الطريقة جدا سهل. أوكي تفتح 3 iTools. أوكي الحين تروح هني بتحصل وين موجود الصور. دائما لما تصور صور عن طريق كاميرا الهاتف وفيديوهات عن طريق كاميرا الهاتف بتحصل الصور الفيديوهات الخاص بك في ألبوم الكاميرا. افتح ألبوم الكاميرا راح بتحصل جميع الصور اللي تريد تنقلها. مثلا تقدر تضغط على تحديد الكل وراح ينقل جميع الصور والفيديوهات، او مثلا تريد تحدد حبة حبة، مثلا اريد احدد هذا الصورة وهذا الفيديو وهذا الصورة. طبعا لازم تضغط على تمسك كنترول وتحدد، مثلا هذا حدد بيعطيك ايقونة الزرقاء، احدد ايقونة الزرقاء، حدد ايقونة الزرقاء وامسك كنترول، يعني امسك كنترول من كيبورد وحدد بهذا الطريق. هذا الحين حددت 4 صور اريد انقلها مباشره من ايفون للكمبيوتر. اوكي بعد ما تحدد 4 كليك يمين اضغط على التصدير، اضغط كليك يمين اضغط على تصدير. بعد ما تضغط على التصدير اختار مكان، انا بختار ديسكتوب الناس يشوفون، اختار ديسكتوب واضغط على اوكي. الحين نضغط على انشاء، انا مباشره راح ينشا لك مجلد فيها الصور والفيديوهات مباشره من الايفون الى الكمبيوتر. افتح فتح المجلد الناس يشوفون، هذا هو المجلد على سطح المكتب. خلاص بهذه الطريقه تم النقل من الايفون للكمبيوتر، هذا هو الصور الفيديوهات اللي تم نقلها مباشره الى الكمبيوتر. هذا هو طريقه يا شباب نقل الصور من الكمبيوتر للايفون او من الكمبيوتر الى الايفون بطريقه جدا سهل وسريع بدون تعقيدات، وافضل بديل لبرنامج iTunes المعقد اللي صعب تنقل الملفات. وهذا هو يعني سهوله ومنظم وسهل الاستخدام، سلس وسهل نقل الملفات الصور والفيديوهات بين الكمبيوتر والايفون. وبس يا شباب هذا هو المقطع، اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الزر. بس مع السلامه.